مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقات اليوم كتخص عملية الحرث كتدبير وقائي في بساتين العنب. فمن بين أهداف الرئيسية الحرث هي أولا إدارة المخلفات والمواد العضوية والمعدنية للمحاصيل الزراعية والاستفادة منها في تحسين خصوبة التربة. ثانيا تحسين تمعدن المواد العضوية داخل التربة بتهويتها ودفن جميع مخلفات أشجار العنب والأعشاب الضارة والحشائش. ثالثا الحد من تطور الأمراض والحشرات التي تتكاثر على مخلفات أشجار العنب والأعشاب الضارة والحشائش بتكسير دورة حياتها وإتلاف أطوارها الخطيرة. والحرث في بداية فصل الربيع يقضي على الأعشاب الضارة بعد الإنبات وقبل نضج البذور ديالها. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فمقاومة المبيدات الكيماوية من طرف العديد من الأعشاب الضارة والحشرات والأمراض أصبحت واقع كيعيش الفلاح. والآليات الفيزيولوجية أو السلوكية اللي كتستعمل هذه الآفات لمقاومة المبيدات يمكن تكون معقدة جدا، ولهذا لازم نستعملوا تقنيات أخرى مكملة بحال الحرث في الأوقات المناسبة باش نقصوا من هذه الإشكاليات. والحد من تطور مقاومة مبيدات الأعشاب فمن الضروري أكثر من أي وقت داز باش نعتمدوا على تقنيات أخرى وندمج الممارسات الزراعية الجيدة وأساليب استعمال مبيدات الأعشاب بشكل صحيح. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالحرث السليم كيسهل كذلك الماء باش يدخل التربة ويساعد أشجار العنب باش تستخدم هاد المياه المخزنة في التربة وخاصة اللي قريبة من جذور. وتبتات الدراسات بلي عمليات الحرث قبل الشتاء كتساعد التربة باش تخزن الماء في أوقات الخصاص الكتير وفي حالات الجفاف، وبينت كذلك القدرة ديال نظام الجذور ديال الأشجار على الاستفادة من احتياطات المياه في العمق، وبلي يمكن في كل 60 ملم ديال المياه السقي أو الأمطار يمكن ربحوا 10 ملم أي ما يقارب 17%، وبهذا يسمح لأشجار العنب باش تستافد منه لعدة أيام في حالة النقص الحاد ديال المياه الشتاء أو السقي والفترات متباعدة. وفي الآخر أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فتقنيات الزراعة وخاصة منها الحرث في الأوقات اللازمة يمكن يساعد الفلاح زيادة على تنقية البلاد من الآفات والأعشاب الضارة في تحسين تخزين المياه والرفع من خصوبة التربة والاستفادة من نجاعة استعمال الأسمدة والحد من مخلفات المبيدات. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.